مارسوليني أم يتصدى تشيزني. راح نشوف بولونيا الآن في فرصة ذهبية للتقدم على اليوفي. أورسوليني هل يضع في المرمى؟ نعم 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 نعم، وضع في المرمى. أورسوليني يتقدم لبولونيا، يتقدم هنا في مأخذ ريناتو. دلارا يضع الكرة في المرمى، يتحدى السنوات العجاف، يضع كرة في المرمى، يتحدى فيها اليوفي، يتحدى فيها كبير من كبار إيطاليا، يتحدى فيها في اللقطة الماضية، يضع الكرة في المرمى. فرصة العودة يا يوفي، فرصة العودة يا ملك، فرصة العودة. لا، ما الذي فعلته يا ملك؟ ما الذي اقترفته يا ملك؟ بنوتشي يقول لك ذلك، لماذا لم تسجلها يا ملك؟ فرصة جونيور، يتقدم جونيور. سامويل في محاولة المرور، كرة ما زالت معه خطيرة، لمسة لكييزا لكن التغطية حاضرة. ملك الله 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 الله، إنه كبرياء اليوفي، كبرياء اليوفي يا ملك. إن لم تسجل من علامة الجزاء فلا بد أن تسجل بهذه الطريقة، بهذا الغضب الكبير. ملك يعود باليوفي للمباراة، لمسة جميلة وصلت له ملك، سددها هذه المرة.